بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الجمعية قامت أساسا لخدمة الطالب الوافد الأزهري. هذا المكان الذي أنتم فيه الآن 11 طابقا على مساحة 1000 متر يكون للطلاب، وجاري العمل به على قدم وساق الآن استيعابه 170 طالب، ولكن بعد تشطيبه يستوعب 700 طالب. كذلك من بين هذه الخدمات خدمة الإقامة. إقامة توفر لهم إقامة تتناسب مع طالب العلم، وكذلك بالنسبة للتغذية تقدم لهم وجبات التغذية 3 وجبات في اليوم على يد طبعا مشرفين أو من الإشراف من التغذية، وعلى كذلك يعني شيفات متخصصين في هذه الوجبات. أيضا التعليم الفصلي. ما معنى التعليم الفصلي؟ التعليم الفصلي إن هي عندنا فصول تقوية للطلاب للمناهج المقررة عليهم في الأزهر. من الذي يقوم على هذه الخدمة؟ الذي يقوم على هذه الخدمة وهذا التعليم هم جميعا أساتذة من جامعة الأزهر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قدمت أولا أوراق، ثم بعد أسبوعين هم اتصل بي يعني احد الموظفين، ثم قال لي تعال افعل مقابله، ثم بعد المقابله في امتحان شفوي وتحريري، ثم بعد ذلك خلال شهر او حاجه هم قال لي انت الان مقبول معنا في السكن. نعم الجمعيه هي توفر بالنسبة للدعم الدراسي، تأتي بالمعلمين مثلا في مادة الأدب النحو والصرف، يأتي لنا هنا مدرس في السكن يشرح لنا وتعيننا يعني بكل الطرق حتى نحن نكون يعني مهيئين للامتحانات. الجمعية هي أصلا يعني المكان طيب جدا، والجمعية مباركة وطيبة، وتقدم لنا يعني الدروس التي نحتاجها نحن في الجامعة في الكلية. وأيضا من أشهر وأبرز البرامج هنا في الجمعية هو برامج القرآن الكريم، وكنحن طلاب الأزهر نحتاجه دائما في حياتنا. وأيضا البرامج التي تقدمها الجمعية لنا هي الفصول التعليمية، والجمعية تأتي بالأساتذة من جامعة الأزهر الشريف وهم يدرسون هنا في الجمعية. إن الله كان على كل شيء حسيبا. أبدأ يعني كيف أنا التحقت بهذه الجمعية؟ بعدما أتيت إلى مصر يعني أظن بعد 4 أشهر، أنا يعني هناك كان صديق، أحد صديق هو يسكن في الجمعية منذ يعني قبل ذلك، وهو كلمني عن هذه الجمعية، فأنا ترغبت إلى الالتحاق بالسكن، فيعني أتيت إلى هنا وقدمت الأوراق، الخدمات المادية، ثم هذه أهم شيء. وثم يعني الخدمات التعليمية أيضا، هناك يوجد دروس ويعني فصول تساعد الطلاب في تنمية مهاراتهم. أنا ممكن إذا أرجع إلى إندونيسيا أظن أن أشتاق جدا إلى هذه الأشياء التي توجد في مصر في رمضان. مثلا كثير من الإفطار الجماعي يعني مجانا، هذا أمر جميل جدا، أنا أريد أن أفعل هذا في إندونيسيا. وكذلك
مثلا صلاة التراويح طبعا في المساجد الكبيرة في الأزهر، والإمام يقرأ بأي قراءة، لا يعني لا يقرأ بقراءة واحدة فقط. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.